الأغاني اللي بتحمل كده نوع من الدراما أنا حاساها أقرب عن اللي فيها إيقاع وكده، صح ولا لا؟ غلط؟ أنا بحب التنوع في المزيكا عموما. يعني أنا اللي خلاني لقيت نفسي في موضوع أغاني المسلسلات ده الفرايتي. أنا بحب المزيكا بشكل عام. مسلسل لؤلؤ مثلا أنا كنت عامل إن هو كله يعني بيحمل أعتقد كمان بصمات مختلفة، يعني الحمد أنت لله. ليك بصمة مختلفة ودي في كل صدفة عمل. والله، ده توفيق من ربنا إن الأعمال نفسها بتيجي مختلفة عن بعض كده. هي هي كمان من المسرح واخد أخد منك مجهود. اللي عليهم العين خالد سرحان. على ورق الكل دلعني، على ورق الكل دلعني، وأنا ما أحملش الذل ده يعني. مفيش حاجة اسمها خير أو شر يا أستاذ. طب أقول لك صباح الإيه؟ العدم. كنت عامل 3 أيام في الساحل مسرحية للنجم محمد هنيدي، وكان هو اللي مغني الأغاني دي. برضه من التجارب اللي أنا بحبها جدا. كمان الشارع اللي ورانا من المسلسلات العبقريه جدا، مع مجدي الهوى. انا برضو من المسلسلات. بصي انا هقول لك على حاجه، الشارع اللي ورانا ده كانت بدايه ما انا دخلت جوه الاعمال الدراميه. كان مكلمني وقال لي انا عايز اعمل اغنيه للفنانه السوبر ستار لبلبه. طبعا شخصيه جميله جدا، انا اتشرفت ان عملت لها وعملت لها في دايما عامر برضو اغنيه في رمضان اللي فات. الحقيقه شخصيه جميله جدا واستمتعت بالشغل معاها، وست بروفيشنال. يعني كانت بتندهلي وهي داخله الاستوديو، عايز تكسر الحاجز بتاع ان انا لو عايز اقول اي كومنت اقوله براحتي. فكانت تقول لي هيثم انا عايزاك تتعامل معايا على اني بغني لاول مره وبمثل لاول مره، طفله داخله بغني، لو وحش قول لي يقرف، لو حلو قول لي مش عارف ايه. فالحقيقه هي فكتني جدا، ريحتك جدا. ففعلا طلعنا حاجات حلوه جدا، عملت لها الشمس طلع واتش ات.